Recording is about to start. سجل. هلا دكتور. طيب هلا نرجع نعيد. فإذا الزميل سألني إنه دكتورة شو هم شو الفرق بين فيرولنس بكتيريال فيرولنس وبكتيريا ريزيستنس. هلا بكتيريا ريزيستنس اللي هي إنه الميكانيزمز اللي طورتها البكتيريا عشان يصير في عنا اللي هو الريزيستنس ايشوز اللي بنعرفها احنا كلياتنا اللي هي افلكس ميكانيزمز بامبس سيل وول انهيبيشنز انزيمز اللي بتعرفوهم انتم ميكانيزمز الريزيستنس. هلا فكره الفيرولنس تماما مختلفه. الفيرولنس هي خصائص معينه عند هاي البكتيريا تمام بتخليها تسبب نوع معين من الانفكشنز. يعني اذا حكينا احنا إذا حكينا فرضاً اللي هو مثلاً الإيكولاي. هلأ الإيكولاي هي most common cause لأي نوع من الإنفكشن. إذا يعني بتعرفوا UTI. حدا عنده سؤال ليش برأيكم الإيكولاي هي بتسبب عنا most common cause للإنفكشن؟ دكتورة لأنها هناك تكونسنتريت يعني في ذاك المكان. أنا معك بس في كمان بكتيريا تانية كونسنتريت هذيك المنطقة. معروف إنها منطقة بكتيريا اللي هي بتيجي من الجي آي. هلا الإيكولاي هي مش مفروض تكون موجودة هناك بس هي بتيجي من الجي آي وبتروح لل بس برضو الجي آي مليان بكتيريا. ليش بس الإيكولاي بالتحديد؟ دكتورة لها دخل أيروبيك وإن أيروبيك؟ لا هلا السبب إنها الإيكولاي تتميز بأنه فيها فيمبرية. رح نحكي عنها بس نحكي عن اليوتي آي. شو يعني الفيمبرية؟ اللي هي أنه تتميز بأنه بتقدر أنها إلها زي كيف بدي أقولكم يعني الصورة زي تشعبات. أيوة تعطي لزوجة إشي بس لا تشعبات يعني هي نفسها. لا هي نفسها الإيكولاي إلها زي شعيرات. هاي الشعيرات بتمسك بجدار الوول بلادر تمام وبتصير إنها تضل موجودة وتتكاثر وتعطيني اللي هو اليو تي آي. نيجي نحكي مثلا سودوموناس. ليش السودوموناس بلاد ستريم انفكشن بعملوا عندي اللي هو بعملوا عندي ظهرت عندكم السلايدز باي ذا واي. دكتور تمام. هلا ليش الستودومونس اريجينوزا بتعمل عندي اللي هو يعني خلينا نقول هاي مورتاليتي ريت من البلاد ستريم انفكشنز؟ لانها بتفرز توكسينز. هاي التوكسينز بسرعه بتعمل اريتيشن في الدم وبتسبب عنا اللي هي يعني سيفير سيمتومز من ضمنها توصل لسبسس. فإذا الفايلنس هي فاكتورز خاصة أو زي ما قبل شوي زميلتكم قالت أدهيجن وما أدهيجن. مرات كمان بصير في عنا اللي هو الإشي زي الأدهيجن. أوكي فإذا مرات كمان هاي الأدهيزف فاكتورز هاي بنسميها إحنا الفايلنس فاكتورز which means إنه في خصائص معينة بهاي البكتيريا بتخليها مور برون لانه تسبب عندي اللي هو certain type of infection. هذا غير عن الريزيستنس. اوكي فلما احنا اذا الريزيستنس يعني مش مفكرين فيها احنا بهاي المرحله. هلا اذا طلعت الريزيستنس هذا which means treatment failure. بس الفيرولنس فاكتور هاي تتقاطع مع الهوست فاكتورز. يعني شخص عنده مثلا شخص بيشرب سوائل كتير رح يعني يخفف من الفيرولنس فاكتور تبع الايكولاي ويخفف فرصه حدوث الانفكشن. اوكي هلا مثلا ليش بنحكي احنا كرامبري جوس في اليو تي اي؟ ليه؟ لانه الكرامبري هاي الخصائص الادهيزه بتاعه الفيمبري اللي بتنتج من الايكولاي بيقضي عليها وبالتالي بيخفف من الانفكشن تمام. فهي الفرق بينهم. يعني كان السؤال حلو. طيب حد عنده سؤال على الاوتيتس ميديا؟ ما فيش سؤال. طبعا التيبل اخر تيبل كان فيه دوزز. كنا نحكي هذيك المره عن الجرعات. محطوط الدوزز للادلتس بيدياتريك دوز وادلت دوز مكتوب. فاذا بدكم اياه از ريفرنس هو اوريدي موجود التيبل اللي شرحناه اخر إشي او علقنا عليه تبع الدوزز. اوكي اليوم خلينا نكمل نحكي عن الساينوسايتس. اذا خلصناها بنبلش بفرنجايتس. هلا ساينوسايتس هلا الساينوسايتس بيرسي
هي an inflammation of or infection of the paranasal sinuses or a membrane lined or space around the nose. Okay. هلا بدكم تعرفوا شغلتين عن acute bacterial sinusitis. أول شغلة إنه هو majority of them are viral. يعني في الأوتيتس ميديا ما حكينا الماجوريتي ار فايرال صح ولا مش صح؟ حكينا انه جزء منهم فايرال وجزء منهم اللي هو بيكون بكتيريال تقريبا النسبة النص بالنص. بينما الساينوسايتس هو it's one of the upper respiratory infections اللي هي majority are viral. لكن واحدة من الأرياز اللي بيكون فيها high prescription rate للأنتيبيوتكس، يعني بتنعطى الأنتيبيوتكس معظم الوقت. however هم بال at the end of the day هم viral infections. okay. هلا إذا في عنا صورة بدي أروح على الصورة وأرجع على الفيجر هون. هلا في عنا اللي هم four pair of sinuses موجودين اللي هم عنا المجزيلري والإسمويد سيفنويد وفي عنا الفرونتال. okay. ومفروض بعد عمر السنة على خلال عمر السنة كل هاي الساينسز تكون أو على عمر 12 سوري على 12 سنة يعني بيكتمل نمو الساينسز بشكل كامل. هلأ سؤالي لكم إنه هاي الساينسز شو المفروض يكون فيها؟ يعني عادي يكون فيها ميوكس هوا فقط صح؟ إذن هو فقط هم لازم يكونوا كلين كلير فقط بمرق منهم الهواء. اوكي مشان هيك الاشخاص اللي بيعانوا من ساينسز او ساينوسايتس او اليرجيك راينايتس او اليرجيك ساينوسايتس كلهم تقريبا بيصيروا نفس الاعراض. اول إشي بيصير يشكو منه اللي هو الاحتقان نتيجه الميوكس والكونجستشن وضيق النفس بطل يعرف ياخذ نفس منيح. اوكي طيب فاذا هاي بالنسبه للساينوسايتس. طبعا هلا حكينا انه من تقريبا 5-13% من الفيرال upper respiratory tract infections in children are complicated by sinusitis بشكل أو بآخر. هلا الاتيولوجي في عنا مجموعة من الفيروسات. في عنا اللي هو تقريبا نسبة منيحة ممكن نقدر نحصل عليها عن طريق الأسبيرات. شو يعني؟ يعني ناخد عينة نفوت جوا الساينس نسحب نعمل أسبيريشن ونعمل زراعة ونشوف إنه أو نعمل تحليل خلينا نقول ونشوف شو نوع الفيروس. في عنا راينو فيروس، إنفلونزا فيروس، أدينو فيروس، بارا إنفلونزا فيروس. هدول هم الماجوريتي. هلأ من كل الساينوسايتس قديش نسبة البكتيريال للأكيوت كيسز؟ تقريباً 0.5-2% فقط. only 0.5-2%. شو الأسباب؟ في عنا اللي هم ستريبتوكوكس نيومونيا اللي حكينا عنها وين؟ في الأوتيتس ميديا. هيموفلس انفلونزا موركسيلا كاتراليس نفسهم اللي احنا حكيناهم بالاوتيتس ميديا. اذا هدول الهيموفلس انفلونزا والستريبتوكوكس نيوموني والموركسيلا هم نفسهم اللي بيسببوا عندي معظم الابر ريسبيراتوري انفكشنز اللي حكينا قبل شوي الاوتيتس ميديا وحكينا كمان اليوم عن الساينوسايتس. هدول وكمان بدكم تعرفوا انه الستريبتوكوكس نيوموني والهيموفلس كمان بيسببوا مننجايتس من الكومن كوزز للمننجايتس. اوكي فاحنا مش رح نحكي من انجاتس هذا الفصل بس عشان نعرف انه طبعا في اسباب اخرى ولكنها خلينا نقول يعني اقل ندره اللي هي ستريبتوكوكس بايجنز ستاف فانجاي انجربس. احنا خلينا في الموست كومون كوز. هلا when symptoms persist for 7 days or more هون ممكن نحكي انها تكون انها البكتيريا السبب. يعني هي as a viral infection مفروض إنه self limiting يعني خلال أسبوع شو مفروض بأي viral infections الأعراض شو يصير فيها خلال أسبوع تروح دكتور ويصحصح بالضبط خلاص بلش يتحسن. هلا مرق 7 أيام وفي ما في تحسن أو الأعراض عم تسوء هون we consider الفاكتور اللي هو إنه ممكن تكون اللي هي bacterial infection. Again streptococcus pneumonia and hemophilus influenza ب70% من الأدلس والتشيلدرن إذا كان الكوز بكتيريال والموركسين ل25%. طيب برضو كمان في ريسك فاكتورز للأكيوت بكتيريال راينوساينوسايتس. شو هم الريسك فاكتورز؟ في عنا أليرجيك أو نون أليرجيك راينايتس يعني أي كونديشن بيسبب عندي اللي هو تهيج في منطقة الساينسز
بيسبب عندي اللي هو طبعاً كيف أعراض التهيج أو الحساسية، بده يصير فيه اللي هو ميوكس سكريشنز وكذا. هذا كله قلنا هذيك المرة، حكينا وجود هاي الأشياء كلها بتسبب يعني بتصير بيئة مناسبة for infection okay including viral and bacterial infection. anatomic defects اللي هو septal deviation، الناس اللي عندهم مشاكل في عظمة الأنف اوكي بتكون العظم مسكره او في انحراف، انحراف الوتيره احنا بنقوله بالعربي. هلا هذا كمان رح يسبب عندهم انه once انه في anatomical defects again الدرينج مش مضبوط، وبالتالي رح يسبب عندي كمان infections. aspirin allergy، nasal polyps الجيوب الانفيه الازمه، cystic fibrosis، dental infection or procedure. كثير ناس على فكره بيكون عامل عنده dental infection مثلا التهاب في العصب داخلي، أو إذا كان الالتهاب خاصة داخلي يعني هذا كمان بيكون ريسك فاكتر. فيميل جندر، غاسترو اسفيجيال ريفلكس، اميون ديفيشنسي، انترانيزال ميديكيشنز اوكي بيستخدم كتير، عم بيصير في كتير اريتيشن في منطقة الأنف. ميكانيكال فنتيليشنز للأشخاص اللي بيكونوا على فنتيليتر، نيزو غاستريك تيوبس، سويمينج أو دايفينج برضو هذا ممكن يعمل نفس فكرة الأوتيتس ميديا، توباكو سموك اكسبوجر، traumatic head injury، viral respiratory tract infection or winter season. يعني مرشح هذا risk factor يصير في عنده sinusitis. هذيك المرة قلنا كمان risk factor إنه يصير عند الشخص otitis media. clinical presentation طبعاً ال gold standard. شو معنى كلمة gold standard؟ يعني خلينا نقول diagnose sinusitis اللي هو نعمل sinus puncture. okay هلا الجولد ستاندر يعني الإشي الصح، الإشي اللي بيعطيني النتيجة 100%. يعني إذا أنا بدي أشخص إنه هذا الشخص عنده ساينسايتس لازم أعمل له ساينس بانكتشر. أظن أنا حاطة صورة هاي ساينس بانكتشر زي هيك. سؤالي لكم نعملها نفس فكرة التمبانوسنتيسس اللي حكينا عنها وقت حكينا عن الأوتيتس ميديا، حكينا برضو احنا ما بنعملها. احسن طريقه عشان اجمع عينات وتو كونفيرم اني اروح اعمل تمبانوسنتيسس، حكينا ما بنعملهاش الا للحالات اللي هو بيكون في سيفير بين وهدفنا انه نسحب سوائل ونخفف الالم اللي في الاذن فقط لا غير. نفس الشيء كمان النيزل بانكتشر انفيسيف بروسيجر نوعا ما، فما بنعملهم وبنعتمد على الكلينيكال دياجنوستس. طيب إيش هي الكلينيكال بيكتشر اللي هو الأكيوت أوتيتس ميديا؟ طبعاً بحكي لي it's important to distinguish between viral sinusitis and acute bacterial to avoid inappropriate، يعني نفرق إنها تكون viral أو تكون bacterial sinusitis. okay وهذا الحكي اللي بنحكيه، يعني إنه إحنا كيف نفرق بينهم أو كيف بدنا نحدد. طبعاً رح نحكي لقدام، يعني بالأوتيتس ميديا إحنا ما قدرنا نفرق صح، عشان أنا بحب أربط الأشياء في بعض، واعتمدنا مينلي على اللي هو قلنا watchful approach أو شو سميناه observation therapy. قلنا إنه في فئة عمرية معينة ممكن إني أنا أستنى يومين على الأنالجيستكس على الشغلات هاي وأشوف إذا في تحسن، ما في تحسن بنعطي أنتيبيوتكس. هلأ بالنسبة للسينوسايتس هي ماجوريتي فيرال أوكي، هاويفر ممكن يعني إحنا نروح تفكيرنا للبكتيريال إذا إنه مرق وقت زي ما حكينا ما في تحسن أو في ورسنينج في السيمتومز. طب شو هم السيمتومز؟ هلأ بالنسبة للأدلت شو رح يشكو؟ حدا بيقدر يحكي لي إيش أعراض الالتهاب اللي هو السينوسايتس؟ دوخة دكتورة مع احتقان، احتقان، حرارة، حرارة ودوخة، حرارة دوخة لأنه من الاحتقان. ايش هو عفوا؟ في فقدان التركيز، كله هاد تابع لأنه هو ما عم بيتنفس الشخص منيح. كمان بيصير في عنده صداع، صداع صداع وألم في الأسنان، في مضبوط في المكزيلري بصير يضغطوا الساينسز لانه بحشرين ميوكس، مضبوط كله بصير يضغط. الهيدك از فيري كومن اكتشلي. طب بالنسبه للوجه كيف بيكون شكل الوجه دكتوره زي؟ بحس انه الصداع او يعني في ضغط لبرا يعني حول العين تقريبا. مضبوط، ما هي هي كل هاي منطقه الساينسز. برضه كمان بيكون في ورم في الوجه عندهم، بتحس وجههم ورم اوكي
ليش؟ لأنه الساينسز مليانة وبالتالي بصير في. إذن شو هم السيمتومز؟ بحكي لي نيزل كونجيشن أو أبستراكشن، وهذا أكتر إشي بضايق المريض، وهذا اللي بيسبب اللي هو عدم التركيز والتعب لأنه هو مو قادر يتنفس. فيريولنت نيزل ديسشارج، فيشل بين أو بريشر، أوكي زي ما أنتوا حكيتوا، سواء كان عند العين سواء كان عند المجزيلري، منطقة المجزيلري دائما سيل سنس أوف سميل، بفقد حاسة الشم، فيفر، كاف، maxillary tooth pain زي ما قلنا، fatigue، ear fullness or pain، كلهم اللي حكيتوهم. في children شو الأعراض؟ persistent nasal or post nasal drainage. هلأ post nasal drainage اللي هي إنه هذا النيوكس ما بينزل من الأنف، بصير ينزل بالحلق، أوكي؟ هذا بنسميه إحنا post nasal drip أو post nasal drainage. nasal congestion احتقان، mouth breathing، بتلاقي الأطفال حتى مرات الكبار مش أنفه مسكر والمنطقة هاي مسكرة، فبضطروا يفتحوا تمهم عشان يقدروا ياخدوا نفس، فبس في منهم بصير يطلع رائحة كريهة للفم أصلاً، وبيكون dry lips ودry mouth، بيحس بهذا الشعور لسبب إنه كل المنطقة مسكرة مش قادر يتنفس. mouth breathing persistent cough، okay especially at night بتبلش تلمهم. طبعا شو سبب الكف اللي هو النيزل دريب؟ مش احنا قلنا انه في احتقان وبصير في بوست نيزل دريب، بصير يصحيهم هذا الدريب، اوكي، لانه هو نايم فالدرينج مش كويس يعني، فبصير انه يسعل من هذا الدريب اللي بينزل. فيفر، فارنجايتس كمان، اير ديسكومفورت، هاليتوسيس اللي هي رائحه الفم الكريهه، مورنينج بيري اوربيتال اديما بيكون مره من عند منطقه العيون بس يصحى، اور فيشل سويلنج، فتيك، فاشل أو توث بين. هدول الأعراض اللي حكيناهم هلا كتير بيشبهوا أعراض الألرجيك راينايتس، نفس الشيء، بصير يسحب ألم، متورم، كف يعني نفس الأعراض تقريبا. هلا complications ممكن يصير في عندي إذا ما تعالجت، يعني orbital cellulitis or abscess، يعني بصير في infection بطبقات الجلد والعضل حول منطقة العين، أو كمان ممكن توصل لأبسس، periorbital cellulitis، meningitis، كيف قلنا إحنا إنها الأوتيتس ميديا ممكن تعمل لي meningitis، نفس الشيء sinusitis ممكن تعمل لي meningitis، في عنا كمان thrombosis، frontal sinus erosion، chronic sinusitis، يصير هذا الانفكشن كرونيك وبده وقت أطول للعلاج، exacerbation of asthma or bronchitis، especially إذا الشخص هو يعني أزمتك أو عنده bronchitis، التهاب القصبات. هلأ الموست كومون ميثود للدياغنوسيس اللي هي sign and symptoms persistent for more than 10 days and no improvement or worsen after initial improvement، okay؟ هذا كله اللي نحكي عنه إحنا to confirm إنها هي bacterial، إذا إحنا متفقين إنه viral. هلأ الماجورتي viral، شو بدي أساوي لها؟ ولا إشي، supportive care فقط لا غير، self-limiting. هلأ البكتيريا اللي نعطي فيها antibiotic، إمتى بيروح بالي على بكتيريال؟ مهم كتير. إذن اللي هو sinus symptoms persistent for more than 10 days، 10 أيام الشخص بيعاني من هاي الأعراض، with no improvement or even worsen after initial improvement، تحسن شوي بعدين رجع وضعه أسوأ، or severe symptoms إنه يكون presenting with fever. هلأ نادر ما نشوف يعني خاصة في الأدلت إنه نشوف fever، مش كتير صراحة. إذا يكون في فيفر أكتر 39 أو أكتر، and perulent nasal discharge، وعم بينزل عندي nasal discharge for at least 3 to 4 days at illness onset. هلأ طبعاً respiratory secretion color is unreliable for diagnosis because neutrophil presence causes color and is found in viral sinusitis، يعني نقدرش نعتمد على لون مثلاً، تعرفوا مرات في نقدر نحكي مثلا إذا كان لونها أصفر، إنه نيوتروفيلز اللي بتعطي اللون موجودة كمان في الفيرال ساينوسايتس، فهاي فالاعتماد الأساسي على المدة أو على السيفيريتي أوف سيمتومز. طبعا ممكن يعملوا اللي هو زي ما حكينا أو بالصورة حطينا قبل شوي إكس راي شوفوا مثلا، والبارانيزل ساينوس بانكتشر هو الجولد ستاندرد، لكن هو لا يستخدم فقط في حالات الكومبليكيتد أو الكرونيك كيسز، اوكي. والكلتشر اصلا ما بنعملها لانه المنطقه هذه كلها بكتيريا، نورمال فلورا اذا بتتذكروا باول محاضره، الريسبيراتوري كافيتيز منطقه مليان فيها بكتيريا، فاحنا اصلا مش رح نعرف نقدر يعني، صح رح نطلع عينه وناخذها، بس انه وديورينج احنا عم نعمل هذا الاشي وعم نطلع عم نمرق على بكتيريا كتير وفيروسز كتير، ف
يعني الثيرابي كله بالأغلب بيكون إمبيريكال. هاي بالنسبة له اللي هو السينوسايتس كبرزنتيشن. أوكي. إذا حكينا إنه دياغنوسيس بيعتمد فقط على الفايندينجز. طيب سيمتومز حكيناهم، حكينا هيدك كمان هاي حكيناها، poor response to decongestant children هاي حكيناها حكيناها حكيناها. هلأ الجوز أوف ثيرابي عندي اللي هو سيمتوماتيك ريليف، أهم واحدة لأنه المريض متضايق بيكون نفس وفيش نفس وهدك وما بعرف شو. improve sinus function بدنا نرجع السينسز نفتحهم، بدنا نرجعهم إنه فقط فيهم air. أوكي شو عندي كمان؟ عندي prevent complications اللي حكيناها، prevent progression to chronic sinusitis. هاي السينسايتس بالذات واحدة من الأشياء اللي هي could progress to chronic sinusitis. شو اللي بيصير؟ صار عندي infection، صار عندي material للinfection، هلأ أنا ما عرفت أتعالج أو التريتمنت كان فيه failure، هاي البكتيريا بتصير تضل موجودة خلص، بتعيش وبتعشش في منطقة السينسيس وضل الشخص يعاني من chronic symptoms. شو كمان؟ eradicate the causative organisms، limit antimicrobial treatment. فهون مهم كتير إنه يكون عنا بيكتشر إنه فيرال أو بكتيريال. يعني إذا قلت لكم مثلاً إنه XY مثلاً 32 years old present to your pharmacy with symptoms of headache, congestion, facial swelling for 3 days XY is seeking medication، شو بدك تقترح عليه؟ أول شيء بسأله إنه من زمان معه عشان أحدد المدة إنه فيرال أو لا. المدة حكيت لك 3 to 4 days بس إله بالأعراض هاي 3 to 4 days. ممكن أعتبره دكتور إنه فوق 48 ساعة صار له بدون ما أخذ تريتمنت. دكتورة. أعتبره بكتيريال. نسمع من حد تاني كمان. دكتور آسف على المقاطعة. دكتورة ممكن أبلش اللي هو سيمتوميك ريليف، يعني أبلش أعطي يعني زي مزيل للإحتقان خافض للحرارة كبداية وعشان أخفف على المريض، وخلال هذه الإعطاء هاي الجرعات براقب إنه هل رح يستمر الأعراض لسبعة أيام ولا لا عشان أحدد إذا هو فيرال ولا بكتيريال إنفكشن. يعني خلينا نحكي thank you for your answers. إذا لو بدي أسأل سؤال واضح أكثر، إنه هذا المريض اللي إجا عنده headache وfacial swelling وpost nasal drip كل الأعراض اللي تبعت sinusitis وإله بشكي منها 3 to 4 days، أنت لحد هاي اللحظة بتكون مفكر إنه most likely viral ولا bacterial؟ لا bacterial دكتورة. bacterial دكتورة. bacterial. جد يا جماعة؟ هلا دكتوره انا ممكن اعطيه انتي انفلاماتوري، ممكن اخذ بروفايرال عادي وخلص. لا انا مش مشكله شو ما نعطيه، احنا حكينا انه احنا يعني بدي ارجع للسلايد بس اللي قبلها. اوكي عشان احنا هيها اذا ركزوا معي يا جماعه لانه احنا مش اون ذا سيم بيج ات سينز. هلا كيف بدي عند الدياجنوستس كلينيكال دياجنوستس، هلا يعني هي سينوسايتس ممكن انك انت كفارماسيست تشخصها لانه هو على الأغلب هذا الشخص ما رح يروح على الدكتور، رح يجي على الصيدلية. هلأ لما يجي عندك هل إله 10 أيام أو نحكي أسبوع أو أكثر بشكي من هاي الأعراض؟ إذا فقط إذا ما إله أسبوع أو أكثر ما في حرارة، أوكي هذا الشخص بيروح أكثر مع إنه فيرال، لأنه أنا بقولكم نسبة البكتيريال هي 0.5 لـ 2% فقط، من نص لـ 2% بس، majority viral. فعشان هذا الشخص أقتنع أنا إنه هو بكتيريال بده يكون إله 10 أيام أو أسبوع أو أكثر أقل إشي وبيعاني، يعني الأعراض ما بتتحسن أو في سوء بتزيد سوءا أو في حرارة مثلاً عليه إله 4 أيام بشكي من حرارة. أوكي فهون إحنا بنروح إنه أوكي، يعني افرض إنه أنا بالصيدلية وإجاني وقول لي 3 أيام عندي هاي الأعراض، أنا في قرارة نفسي لأني عارف إنه 98% نسبة إنها فيرال بتعامل معه إنه فيرال، غير عن مريض تاني إجاني اللي بقول لي اللي 7 أيام هل كان ميت وفي حرارة، أو اللي 7 أيام في ألم مو طبيعي في احتقان، بشرب سوائل بشرب مي بعمل كل شيء، هون بقول ممكن تكون بكتيريا. ليش بحكي لكم إنها هاي السينوسايتس فيها الأنتي مايكروبيال بريسكرايبد كتير وهو حرام ما فيش داعي؟
لانه احنا عم نعطي انتي بايوتكس فقط مشان نص ل 2% بس، اوكي؟ فهو فايرال. هلا كيف من دلالات الفايرال المده؟ كل ما كان المريض له فتره عم بيعاني او بزيد سوء، هذا بيروحني على انها ممكن تكون بكتيريا، لانه لو فايرال المفروض انه خلال اسبوع 10 ايام خلص يصير على العكس في تحسن، اوكي؟ واضحه ساره؟ اه دكتورة واضحة. طيب إذن إحنا أوكي. هلأ هدول اللي هم الأدجنكت ثيرابي، كونه إحنا بنحكي عن viral infections صح؟ يعني مش مشكلة نتعلم الأنتيبيوتيك، بس إحنا ب 98% of the times رح نتعامل معاه إنه viral. هم هدول الأشياء اللي رح نستخدمهم، كويس؟ دول هم الأشياء اللي إحنا رح نستخدمهم أو نركز عليهم. شو بنعطي بهاي الحالة؟ في عندي اللي هو إذا بتعرفوا اللي هو steam inhalation، okay؟ symptomatic relief. شو هي steam inhalation؟ هي شو بنسميها بالعربي إحنا؟ تبخيرة مضبوط. طبعاً تبخيرة ممكن تكون إشي خلنا نقول يعني بسيط جدا من البيت نفسه، او ممكن يشتري الديفايس نفسه تاعت التبخيره، اوكي؟ فمصير نقول له انه مثلا بتجيب، يعني هاي الطريقه التقليديه اللي كلنا بنعملها، طنجره المي بنحط فيها الاعشاب وبنحط فيها اشياء مابونج وما بعرف شو، بعدين بجيب غطا وبغطي وبستنشق، او بجيب التبخيره الديفايس نفسه وبستنشق. شو فكره التبخيره بتعمل برايكم؟ بترطب المكان، بترطب برونكوديليشن مثلا بالضبط، عشان هذا الميوكس الموجود يصير له لوزنينج ويبلش يدوب ويطلع ينزل، اوكي؟ اللي هو كيف رح ينزل؟ الطريقة الوحيدة رح ينزل فيها عن طريق يا إما إنه نيزلي يعني من فتح الأنف، أو عن طريق الحل يدوب وينزل على الجي آي يعني نتخلص منه، اوكي؟ في عنا سلاين إيريجيشن 3 تايمز بير داي، بنقول له بتجيب مي وملح. طبعا مش هو يعني، هو احنا المشكله المرضى عندنا بتقول له مي وملح، بيروح بجيب كاسه المي بحط عليها ملعقه ملح، بينما احنا بدنا اللي هو 0.9% نورمال سلاين، تعرفوا الجاهز يعني. فبيجيب مي وملح، بنقول له بتجيب سرنجه وبتصير تحط مي بفتح الانف 3 مرات باليوم الريجيشن. نفس الفكره، هلا احنا بدنا نعمل ريليف للسيمتومز، هذا الميوكس موجود مسكر على المريض مش قادر يتنفس، بنساعده انه يقدر يتنفس، فبنعمل الإريجيشن. حكينا إحنا إنه من الأشياء اللي بتأرق المرضى وخاصة بالليل الكف، تنزل فيهم الكف، شو سببها؟ اللي هو بوست نيزل دريب. مش قلنا إنه بصير الميوكس ينزل من وراء، أوكي؟ من تحت سقف الحلق، فبصير يصح المريض ويعمل كف. فإحنا بنقول له، نقترح عليه إنه ينام بسمي upright position، يعني مثلاً يرفع السرير شوي أو يحط مخدات تحتيه، فبصير إنه درينج سهل. يعني لو يصير دريب ما بتصير في إمكانية إنه يسحب، يروح دغري على فتحة الجي آي على الإسوفيجس، أوكي؟ هدول كتير مهمين على فكرة، ما بتتخيلوا قديش بيساعدوا المريض وبيريحوا، أوكي؟ في عنا كمان خيارات تانية اللي هي زي topical decongestant. طبعاً هدول لازم بس نستخدمهم لكم المدة؟ 3 لـ 5 أيام. بالضبط، من 3 لـ 3 أيام. في عنا زي الفينيلإفرين أو أوكسيميلتازون، أوكي؟ في عنا أورال ديكونجستنت زي السودو إفيدرين، هذا فقط في الأدلت. الأنتي هستامين ما بستفيد منهم إلا إذا هو مريض أصلاً هاي الأشياء صارت عنده بسبب إنه هو عنده أليرجيك راينايتس، يعني هو دخل في الساينوسايتس لأنه كان عنده ريسك فاكتر عنده الأليرجيك راينايتس، فممكن نعطي اللي هو الانتي انتي هستامينز. في عنا انترانيزل كورتيكوستيرويدز. هلا زي شو اسمه نيزونكس سبراي اذا بتعرفوه، بيكون فيهم هدول بنسميهم احنا توبيكال ستيرويد، بيكون فيهم فيري سمول دوز اوف ستيرويد. هدول طبعا اكيد هم من اساسيات العلاج بحاله الالرجيك راينايتس، اوكي؟ طبعا الناس كتير بتخاف، بس يقول لك ابني كان عنده حساسيه، دكتور وصف له شو بسموه كورتيزون، تيجي بتسألهم آخر شيء بيطلع هذا السبراي. السبراي هذا الدوز اللي فيه توبيكال، نعتبرها very low dose، ما فيش امتصاص إلها للجسم، يعني إشي بسيط جدا. وهي هدفها
طبعا اكيد تاثيرها مش زي الانتيهستامين، يعني الانتيهستامين سريعه تعطيك تاثير حالي، النيزل ستيرويدز بدك 3 شهور لتشوف تحسن. احنا بنحكي طبعا هذا انه كله في حاله الالرجيك راينايتس، اللي هي يعني مريض عنده ساينوسايتس بسبب الالرجيك راينايتس، فبدنا نعالج الالرجيك راينايتس، نروح نعطيه اللي هو التوبيكال او النيزل ستيرويدز، هذول بيكونوا لو دوز بس ما راح نشوف يعني امبروفمنت خلال خلينا نحكي يومين 3-4 بالعادة، بده 3 شهور المريض لحتى يتحسن، بحيث انه هاي التركيز البسيط من الاستيرويد هذا شوي 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 بصير يعمل بالانس ويقضي على موضوع التحسس اللي بيصير. فالناس بتخربش بتفكر انه زي ابرة الكورتيزون، هسه هديك ابرة اوكي تعمل انهيبيشن لكل شغلة السيمتوم، بس هاي توبيكال دوزز، هاي دوز كتير خفيفة بدها وقت لحتى تعمل دي سنسيتايزيشن اوكي وسيف وامورها تمام. طبعا هدول كلهم اللي هم الانتي هيستامين او الانترانيزال كورتيكوستيرويد فقط اذا كان عندي الريسك فاكتور اللي حكيناه ببدايه المحاضره اللي هو وجود اللي هو الالرجيك راينايتس. تمام واضحه يا جماعه؟ احكوا لي اذا حدا عنده اي سؤال. دكتوره يعني تفضلي. كيف بدي أعرف من المريض إنه عنده أليرجيك؟ يعني بسأله إنه كل سنة هيك بتصير معك أو يعني مثلاً مثلاً بالضبط بالضبط بالضبط، يعني بيكون مثلاً هو بلش في تحسس ماشي الحال، حكيت لك أعراض الأليرجيك راينايتس تشبه الساينوسايتس بمرحلة من المراحل، اللي هي مثلاً إنه الأليرجي أعراض الأليرجي نفسها مثلاً مع الاحتقان مع كذا، فهو بيبين يعني من الهيستوري تاعه انه هو مثلا له مثلا شهرين فرضا اوكي. هلا شوفي برضو برجع بحكي لك الالرجيك راينايتس يعني مع الساينوسايتس اكثر بتترافق مع الاطفال اكثر من الكبار، لسبب انه خلص الانسان الادلت بيكون عارف حاله، مثلا عنده حساسيه هلا من الزيتون اوكي، وهي الحساسيه اعراضها بتختلف من حدا للثاني، ممكن في ناس يكون في عندهم تضرب عندهم على الالرجيك راينايتس اوكي، اللي هي اعراض الاحتقان انسداد الانف وجع الراس كل هالحكيناها. هلأ لما يصير يتعب أكتر المريض هون ممكن يكون صار عنده ساينوسايتس أوكي، هون ممكن يكون صار عنده اللي هو الساينوسايتس، لما يبلش يتعب أكتر بيكون هو إله مثلا شهر في معه ألرجيك راينايتس، بس من كتر اللي هو الانفكشس أو خلينا نقول التحسس الموجود صار إنه مناسب لنمو أو لحدوث اللي هو الفيرال ساينوسايتس. بيفرق عن مريض مثلا ما عنده ولا إشي ولا عمره تعرض لإشي زي هيك فجأة إله 3-4 أيام عنده هاي الأعراض اللي هي حكيناها، فمن الهيستوري بالضبط. يعني دكتورة الألرجيك هو اللي ببلش بالأول بعدين بيجي الساينس exactly. هاي هذا إذا هو يعني هلا ممكن شخص يصير في عنده ساينوسايتس بدون ألرجيك راينايتس، عرفتي؟ يعني إحنا إذا بنرجع على سلايد ريسك فاكتورز هي الوحدة منهم الألرجيك راينايتس أوكي، بس مش ضروري، يعني ممكن يكون هو مثلا راح سبح سبح فالبركي صار عنده ساينوسايتس. يعني أنا هيك أول إشي أسأل على المدة، أسأل على المدة أنت صار لك كم يعني الأعراض من كم على أوكي. في أشخاص بيكون عارف حاله، هو بقول لك أنا عندي ألرجي، عرفت كيف؟ أنا مثلا ابني لما كان صغير كان عنده ألرجيك راينايتس، وكل فترة وفترة يفوت في ساينوسايتس، يعني ألرجيك راينايتس مثلا أنكنترولز يعني خلينا نحكي بسببها يفوت بي اللي هو الساينوسايتس، ومثلاً أعطي علاج لفترة منيحة يرد يتحسن، يرد مثلاً بعد يغيب شهرين 3 خاصة فترة الربيع، يعني كان عنده من الربيع مثلاً في 4 شهور في السنة هدول هو طول، فهو الساينوسايتس سببها إنه هو عنده ألرجيك راينايتس أوكي. سؤال دكتورة، طب بالنسبة للديكونجستنت اللي بيجوا المرضى بياخدوا كل يومين والثالث بيجوا ياخدوا علبة، كل يومين والثالث بيجوا ياخدوا علبة، شو هدول بيكونوا؟ ما بيصير، عرفتي؟ هو بشكل عام هدول ما بيصير يعني انه ياخدهم يتعود عليهم، يعني هدول عليهم مشكلة بشكل عام، يعني مش علاج، هدول مش علاج طويل الأمد شو ما كان نوع الكونديشن، يعني هو أكتر لازم يروح على سواء يعني كان عنده مشكلة حساسية بده يروح أكتر على الأنتي هستامينز والأورال سوري والتوبيكال ستيرويد أو النيزل ستيرويد، هدول لونج تيرم تريتمنت، بس الديكونجستنت لا. يعني هون مثلا سوء استخدام، يعني نفس المريض تمام. مش فاهم شو بياخد. طيب
تمام دكتور، شكرا. أهلا. هل حكينا عن إذن هاي مهمة كتير صراحة، يعني أخذنا وقت وحكينا فيها. أنا مهمة ليش؟ مهمة لأنه هي المين ستي أوف ثيرابي، لأنه إحنا بنقول إنه هو فيرال most of the time، أوكي؟ فإذا هي المين ستي أوف ثيرابي. طيب ننتقل للتريتمنت بالنسبة ل اللي هو إيش؟ بالنسبة ل إذا كانت بكتيريال، طبعا بحكي لي نفس الشيء كيف عملنا في الأوتيتس ميديا، في عندي watchful waiting، في فترة بستنى فيها. طبعا we have to consider severity ورح نوضحها كمان شوي. target most likely pathogens اللي هم نفس المجموعة اللي هم streptococcus pneumonia, hemophilus influenza, moraxella catarrhalis. هلا أنا بعرف إنكم تنعجقوا في البكتيريا وإنه بكتيريا وأنتيبيوتكس ونحفظ وهيك، بس هي مع الوقت رح تكتشفوا إنها مش كتير صعبة. يعني upper respiratory كلهم بدخل فيهم streptococcus pneumonia، عرفتي كيف؟ يعني ما تتوتروش كثير في موضوع الحفظ لأنهم بيجوا لحالهم. طبعا نفس ما حكينا عن الأوتيتس، حكينا amoxicillin first line, augmentin second line. طبعا الهدف فقط إنه هلأ بموضوع الفيرست لاين والسكند لاين، هلأ إحنا بالمثل خلينا نقول بثيرابي 1 كنا متعودين إنه السكند لاين أحسن ولا أسوأ من الفيرست لاين options؟ فرست لاين أحسن. يعني إحنا هيك متعودين الفرست لاين أحسن، فيكسي أحسن، نتائج أحسن، وإذا ما ضبطوا بنروح ننتقل للسكند لاين. هلا بالإنفكشن لما يحكي لك فرست لاين وسكند لاين، بالعادة مش أبسولوتلي يعني 100%، بس 90% بيكون مبلش لك في إشي نارو، وقصده إنه بتروح على السكند لاين مش لأنه مش إفكتيف، بس إحنا بدنا نحافظ عليه من الريزيستنس. بس هاي الفكرة بيكون يعني approach مختلف عن الثيرابي 1 إنه أحسن أو أسوأ. لا، هون in terms of إنه الفيرست لاين بيكونوا بضمن إنهم يعطوني يعني نتيجة، بنفس الوقت هم the narrowest spectrum. second line agents بيكونوا broader spectrum أو أقوى effective أكتر، بس أنا ما بدي أبلش فيهم عشان أتدرج مع المريض عشان الريزيستنس. فبليز keep in mind إنه الابروتش هون مختلف. طبعا بحكي لي اذا عنده بنسلين اليرجي، بعطي سيفالسبورينز، ترايميثابريم سلفاميثكسازول، عندي خيارات دوكسيسايكلين، ماكرولايد، ممكن اعطي فلوروكوينولونز حسب الايج. لاحظوا انه هون ممكن احنا نعطي ديوريشن اذا كان عندي اكيوت 10 تو 14 دايز، يعني لازم يكون مارق اقل شيء، اذا بدي اختصر المده ممكن يكون مارق 7 أيام على التحسن. كرونيك تريتمنت، تخيلوا انه احنا ليش قلنا ما بدنا نوصل المريض لحالة كرونيك، لانه الكرونيك بيطول العلاج تبعه، بيقعد ممكن ياخد شهر وهو بياخد انتيبيوتكس. اوكي طيب، اذا الواتشفول ويتنج اللي حكينا عنها تنطبق على مين؟ لاحظوا انه حتى في الاوتيتس ميديا مش على كل حدا، حكينا في كريتيريا معين. نفس الشيء هون عمين بتنطبق، بتنطبق على انه المريض كان عنده persistent symptoms for more than 10 days, worsening of symptoms after 5 to 7 days. هدول نعطيهم antibiotics، خلص we skip موضوع الفيرال ونعطيهم اللي هو antibiotics إذا كان 10 أيام أو أكتر، أو إنه خلال أسبوع بس الأعراض عم بتزيد سوء. أوكي يعني اليوم السادس المريض بأسوأ حالاته، أوكي لأنه هو المفروض لو إنه فيرال بلش يتحسن باليوم السادس. أوكي طيب، هلا هون هذا الدياجرام، بحب انا الدياجرامز تبعون الكتاب الالوغاريتم الصراحه، بحكي لي عنده هاي الريسك فاكتورز اني نسال حالنا، اللي هو طبعا اول وحده انسوا مش مطلوبه منكم، انها هاي تعتمد حسب المنطقه يعني ابديميولوجيكال ايشو مش رح ندخل فيها. طيب في عندي بقول لي سيفير انفكشن، عرف لي انه عنده فيفر او توكسيك ابييرنس. شو معنى توكسيك ابييرنس؟ يعني شو قصدنا بتوكسيك ابييرنس؟ دكتورة زي التعبان كثير وضعه كثير، يعني مرات أكيد كلنا مرقت فينا مرات مرضات نمرض، يعني بس في مرضات بتهدنا هد هيك منتعب فيها، بيكون الشخص قدامك بتقول لا لازم أخذك على المستشفى، لازم أخذك على الدكتور، أمورك مش مظبوطة. هاي معناها يعني هي أكيد بتدني على إنه في severity of infection and treat of complications. طيب daycare attendance، رجعنا لشغلة الداycare كمان لأنها risk factor،
العمر أقل من سنتين أو أكثر من 65 years. Recent hospitalization, antibiotic use in the past month, immunocompromised status. طبعا immunocompromised status شو مثلا يعني أشياء تعمل عندي immunocompromised؟ أدوية السرطان. كانسر دكتورة. مضبوط. كانسر. شو كمان؟ كيموثيرابي. شو كمان؟ الأيدز. شو كمان؟ مضبوط الأيدز. شو كمان؟ الضغط النفسي، التعرض لظروف نفسية سيئة. أدوية زي الكورتيكوستيرويد. مضبوط الأدوية. شو عندنا كمان؟ عندنا مثلاً مثلاً الحامل تعتبر من الأشخاص اللي هي immunocompromised المناعة. أي إشي بيأثر على جهاز المناعة. يعني خلينا نقول مثلاً كمان الأشخاص اللي ترانسبلانت وما ترانسبلانت مثلاً بيكونوا بياخدوا أدوية بتعمل inhibition. الأدوية اللي بتعمل immunosuppressive، كل الأدوية اللي هي تاعت الأمراض زي فرضاً الميثوتريكسات وهاي الشغلات، هاي الكونديشنز كلها بتخلي هذا الشخص إنه يكون immunocompromised. طيب هلا بحكي لي طيب تفضلي. HIV. HIV حكيناها. أوكي. هلأ هدول كلهم هدول بيخلوا عند المريض ريسك فاكتر إنه يصير في عنده ريزيستنس. أوكي. هدول بيخلوا المريض إنه يكون في عنده ريسك فاكتر للريزيستنس. هدول اعتبرهم هو مش ريسك فاكتر للي هي الالرجيك راينايتس. إحنا حكيناهم سوري للساينايتس حكيناهم في بداية المحاضرة. هدول بيخلوني أفكر إذا هو عنده ريزيستنس أو لا. يعني شخص ما أخذ أنتيبيوتيك قبل. أوكي. هذا مثلاً احتمال كبير إني أنا ما أعطي أموكسيسيلين لأنه هو ما أخده كان قبل شهر. أوكي. هلأ أنا بعتبر هذه الأسئلة مهمة كتير خاصة مرضى الساينوسايتس، يعني بلش يحس بالأعراض. إحنا نحكي عن واقعنا إحنا الحالي، بنبلش نحس بالأعراض منروح لحالنا على الصيدلية وناخد دواء. نحكي عن نسبة كبيرة من الناس. أوكي. فهو بعدين لما يجي ويتعب بده يتعالج ضروري نكون سائلين لأنه كتير احتمال يكون ماخد أنتيبيوتيك بلش فيه هو أوريدي. طيب إذا المريض نرجع لشو بدنا نحل الموضوع، إذا هو عنده هدول الريسك فاكتورز اللي إحنا اعتبرناهم للريزيستنس يس، وعنده وما عنده أموكسيسيلين ألرجي. أوكي. هذا ببلش له أموكسيكلاف وأجين هاي دوز أموكسيكلاف. ليش هاي دوز أموكسيكلاف؟ حكينا هالمرة الماضية ليه؟ عشان الستريبتوكوكس نيومونيا مالها انترميديات. ثانك يو. هي انترميديات نسبه منيحه منهم انترميديات. نعطي هاي دوز عشان نحولها لسستبل. اوكي. كونه انه السبب من الاسباب المهمه اللي هي الستريبتوكوكس نيومونيا. فاذا المريض اجاني عنده ريسك فاكتور لريزيستنس قبل هاي المره من هدول الاشياء داخل المستشفى قبل ما اخذ انتيبايوتيك، سيفير انفكشن بدي كير، ما ببلش له أموكسيسيلين، منبلش هاي دوز أموكسيكلاف assuming إنه ما عنده يعني ألرجي للأموكسيسيلين أو بين قوسين بنسيلين ألرجي. ممكن نعطي اللي هو respiratory fluoroquinolone، وممكن نعطي كمان اللي هو clindamycin مع cefixime or cefpidoxin. أوكي. طيب هلأ إذا الشخص ما عنده إشي resistance، ما عنده مشاكل من هدول الريسك فاكتورز تبعون الريزيستنس، شو بنقدر نعطي؟ ممكن نعطي اللي هو ستاندرد دوز اموكسيكلاف with or without. يعني ممكن نعطي with or without، او ممكن نعطي دوكسيسايكلين. هي طبعا في حاله الادلتس لانه اتفقنا انه التتراسايكلينز ما بينعطوا للاطفال. كويس. اذا الشخص هو عنده حساسيه للاموكسيسيلين، نعطي بهاي الحاله ريسبيراتوري فلوروكونيلونز للادلتس أو دوكسيسايكلين، وهم التنين هدول ما بينعطوا للأطفال. اتفقنا هذيك المرة أنهم ما بينعطوا للأطفال. هلأ شو هم الريسبيراتوري فلوروكونيلون؟ يعني اللي هم ليبوفلوكسستين والموكسيفلوكسستين. ليش بحكي لي هاي الكلمة؟ ليش بقولي ريسبيراتوري فلوروكونيلون؟ وليش قال لي بس اللي هو الليبو والموكسي وترك السيبرو؟ لأنه بتتذكروا في أول المحاضرة حكينا أنه إحنا لازم نفكر في الأنتيبيوتيك أنه يعطيني sufficient concentration. اوكي. السيبرو ما بيعطيني concentrations مناسبه في respiratory infections، فما مستخدمهوش يعني لا في النيومونيا ولا في اي شيء له علاقه في respiratory system. نستخدم فقط ليفو and moxifloxacin. وبرضه ليش اعقدكم، هم كلهم بيجوا شوي شوي مع الوقت. الموكسيفلوكساسين فور اكزامبل ما بزبط في اليو تي اي لانه كمان ما بيعطي concentrations. اوكي.
فاذا بدك تفكر في البادي سايت، بدك تفكر انه بزبط بهذا المكان او ما بزبط. اوكي طبعا تشيلدرن ممكن نعطي خيارات بدائل اخرى، بحكي لي ليفوفلوكسيسين اور كليندامايسين بلس تيفيكزيم اور لينيزول. طبعا رح تحكوا لي دكتوره ما احنا قلنا الليفو ما بينعطى، ما بينعطى لحد عمر 12 سنه. اوكي بعد ال 12 سنه نقدر نعطي الفلوروكوينونز، فهي يعني موجوده بخيارات التشيلدرن اذا العمر مناسب. ما مش ولد عمره 5 سنين تعطيه ليفو ما بزبط. اوكي كليندامايسين بلس تيفيكزيم اور لينيزول بلس تيفيكزيم اور مونوثيرابي with cefdinir, cefpodoxime, cefuroxime. اوكي طبعا دبل تشيك على الالرجي اذا في الالرجي او لا. اوكي يعني اذا في الالرجي بدنا نعطي هاي الحاله اللي هو الايجنتس اللي فقط زي هذيك المره ما قلنا. اوكي طيب هاي بالنسبه لهذا الفيك. طيب شو انا كمان حاطه اشياء؟ طبعا هاي الدوزز اجين انا ما بطلب الدوزز صراحه، فقط دوز الاموكسيكلاف. هاي هون حاكي لي مثلا بعطي الهاي دوز، فرضا احنا حكينا بدنا نعطي هاي دوز اموكسيسيلين اللي هي اعلى شيء في بدياتريك 90 ملي جرام بير كي جي بير داي ان تو ديفايدد دوزز، والادلت دوز للي بيحبوا الادلت دوز هيهم كلهم موجودين. اوكي ديوريشن حكينا انها بتتاخر. طبعا لما نقول كرونيك ساينوسايتس ونحكي عن علاج مدته 21 يوم ادهيرنس كي، نفس الشيء يعني من اسباب انه مريض بيرجع بساينوسايتس انه بنقول له مثلا معك لاسبوعين بياخذ اسبوع وبيترك، فهو عشان هيك ما بيستفيد وبرجع بضل في نفس الاعراض. طيب راح اوقف انا صراحه، شو رايكم؟ بلاش نبلش الفرنجات لانها طويل كتير ما راح نخلصها، فخليها ليوم الثلاثاء. حدا عنده اي سؤال يا جماعه؟ كونه ما في أسئلة رح نوقف هون وبنشوفكم يوم الثلاثاء. أعطيك العافية دكتور. الله يعافيكم.